احتفلت مؤسسة فاهم للدعم النفسي بمناسبة مرور عام على إنشائها وتنفيذ 100 نشاط في ملف الصحة النفسية في العام 2023-2024. ترتكز رسالة المؤسسة على نشر ثقافة الصحة النفسية وزيادة الوعي المجتمعي حول الاحتياجات اللازمة للمرضى النفسيين وإمكانية علاجهم وإدماجهم بالمجتمع. الحقيقة يمكن وصمة المرض النفسي يعني هي أزمة تلاحق المجتمع المصري منذ زمن بعيد. بيطلق على المريض النفسي أو أي من يمر بأزمة نفسية مصطلحات عديدة، معظمها إن ما كانش كلها سلبي، يعني فيها أحكام مسبقة على هذا الشخص، ما فيهاش إحساس بمشاعره بكربه بأزمته اللي بيمر بيها. إحنا بنؤمن إن الإنسان مركب مش بس يعني الجزء المادي، لكن روح ووجدان وفكر ونفسية ومشاعر، وإن توازنه النفسي وتوازنه الشخصي على مستوى حياته بيقدر يعمل أسرة سعيدة، يقدر يعمل علاقات عمل، يقدر يخدم في مجتمع، بيعتمد كتير قوي على صحته النفسية. احتفالية النهاردة احنا بنعدي سنة، دايما قلنا ان احنا عملنا فيها 101 مبادرة، عملنا اكتر من حاجة، زرنا المستشفيات اللي محدش بيفكر يزورها، رحنا للمرضى في مستشفى العباسية، المعمورة، رحنا مستشفى الدمرداش، زرنا المرضى النفسيين، زرناهم وقعدنا معاهم واتكلمنا معاهم وشفناهم محتاجين ايه. ما كانوش مصدقين في اهالي سايبة اطفالها وسايبة اولادها بسنين، احنا رحنا واتكلمنا معهم وبنروح، وعملنا معهم دورات تدريبية، والفنانين في لوحات اترسمت وفي حاجات كتيرة، في شغل بيطلع من الزيارات دي. وجود الانسان في الدنيا نعمة وهدية من ربنا. الانسان مخلوق مكرم، ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان وكرمه وشرفه على كل المخلوقات، وقال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. التكريم والتشريف ده من عند ربنا سبحانه وتعالى يقتضي إن الإنسان لما يحصل له أزمة ولا يحصل له مشكلة يدور إزاي على الدواء والعلاج. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء. هو في بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة، والهدف من هذا البروتوكول إنه الصحة النفسية والتوعية بيها يبقى للأسرة، الأطفال من سن صغير، ودي حاجة رائعة، لأن إحنا لو طلع عندنا جيل جديد أكثر صحة نفسية إحنا كده نقدر نطمن على اللي جاي. نظرة الكنيسة والدين المسيحي للمريض النفسي هي نظرة طبعا إن هو إنسان مريض يحتاج علاج وليس عقاب أو يحتاج إلى إن إحنا عنف ضده، بالعكس إحنا محتاج مرعان رعي أكتر، ناخد بالنا منه أكتر، نبتدي إن إحنا نقدم ليه العلاج، ننصحه بيه إن هو يعني لو محتاج زيارة طبيب نفسي، محتاج مشورة نفسية، أيا كان هو الاحتياج محتاجه ليه لازم بندعمه، نقف جنبه، مش بننظر له نظرة إن هو حاجة عار أو وصمة عار، بالعكس هو محتاج إنسان مريض محتاج علاج. أؤكد أن الدولة المصرية والقيادة السياسية مهتمة بملف الصحة النفسية، عشان كده كان أول بروتوكول مع وزارة الصحة والسكان. بشكر دكتور خالد عبد الغفار على التعاون الحقيقة اللي لقيناه في زيارتنا للمستشفيات، الصحة النفسية العباسية، دمرداش، سوهاج، المعمورة، كل ده دخلناه في إطار هذا التعاون. الصورة والرسالة بتوصل أقوى بكتير جدا لما بيتكلمها حد مر بالتجربة بنفسه، ودي قوة مؤسسة فاهم الحقيقة. دون يعني مع مصر ما احنا مليانة مؤسسات طب نفسي وصحة نفسية، لكن فاهم ليها وضع خاص بما ان المجتمع هو اللي شايلها اكتر منه حد تاني. احنا بنحاول كأطباء نفسيين بقالنا 25 سنة نغير هذا المفهوم. هي مؤسسة فاهم في سنة حطت المريض النفسي وحطت المرض النفسي واهليهم على خريطة الوعي المصري. بس المؤسسة هدفها في الحقيقة دعم المرضى النفسيين ودعم أهليهم والتوعية بالمرض النفسي وبوجوده وبأهميته، وبأنه يبقى نعمل عملية طبية مع المرض النفسي، بمعنى أن احنا يعني المرض النفسي ده أي مرض في الدنيا ممكن يصيب أي حد فينا. المجلس القومي للطفولة والأمومة هو حسب القانون الجديد يعني شرف بتصديق فخامة السيد رئيس الجمهورية عليه في نوفمبر 2023، معني بأمور بكل ما يهم الطفل من حماية ورعاية إلى آخره في جمهورية مصر العربية. أي طفل مصري أو غير مصري موجود على الأراضي المصرية.